الاسترليني او الين الياباني او الدويتش مارك او اليورو او الاشياء دي كلها. فتم الاتفاق ان يستخدم عمله معترف بها هي ما يسمى حقوق السحب الخاصه اللي هي مستخدمه في صندوق النقد الدولي الاس دي ار. حقوق السحب الخاصه تساوي في ذلك الوقت 1.44% من الدولار. وسمي تيمنا بالدينار الإسلامي. الأمل أنه بعض الدول منها ماليزيا مثلا بتنادي بإنشاء دينار إسلامي حقيقي يكون معتمد على الذهب ويكون له قيمة ذاتية كما كان الدينار في السابق. طيب خلينا ناخذ بس الآن مداخلة قبل أن ربما نلحق على الخط قبل لا ينقطع، لأنه عندنا اتصال من ألمانيا من الأخت نجاة من ألمانيا. ألو ألو مساء الخير. ألو مساء الخير أخت نجاة، يا هلا فيك. الله يسلمك. عندي سؤالين الله يسلمك. تفضلي. هل تشجيع المشاريع والاستثمار ساهمت في إيجاد بدائل للنفط؟ وإلى أي مدى وصلتم؟ يا ليت توضح لنا يعني إذا صار يعني أو تشجع أن في بدائل للنفط بسبب هالمشاريع هذه. مدى تأثير العولمة نبي نعرف على المجتمع الخليجي؟ هل ستزيد من البطالة مثل ما حدث في أوروبا مثلا؟ وهم نبي بعد تغيير. وبالنسبة للمشاريع اللي حضرتك قلت للأخ ما يحضرني الاسم الدكتور وليد الموسى. اي الدكتور وليد. نعم. مشاريع ان مساعدة الدول العربية. نعم. يعني مثلا كمصر وكالمغرب، يعني احنا نشوف وايد هجرات منهم لأوروبا. فهل هالمشاريع هذه فعلا يعني تساهم مساعدة أي عربي أو أي مسلم؟ يعني إحنا مثلا ما نبي أي عربي أو أي مسلم يعيش تحت خط الفقر. يعني هل فعلا قاعد يعني تكون مساعدة حق هالناس الفقراء يعني حق بهالمشاريع؟ خلينا نشوف الدكتور شو يقول. نعم. شكرا للأخت نجاة من ألمانيا، والله يساعدكم على البرد هالأيام. تفضل. والله أنا شاكر الاهتمام، طبعا دي أسئلة تعبر عن حس وطني وقومي مهم. السؤال هو هل البنك الإسلامي أو غيره من المؤسسات المالية العربية والإسلامية ساعدت في تخفيف وطأة الفقر أو زيادة مستوى الصحة أو إلى آخره؟ أنا أزعم الإجابة بنعم. يعني في كثير من الدول الإسلامية قليلة النمو، البنك الإسلامي ساهم مثلا في أفريقيا بحفر الآبار لسكان الصحراء. البنك الإسلامي أيضا دخل في مجال الصحة، في مجال التعليم، في برنامج جميل جدا بيقدم في الدول الفرنكوفون اللي هي بتتحدث الفرنسية، إنه يعلمهم العربي والفرنسي في نفس الوقت بحيث إنهم يحافظوا على الهوية بتاعتهم بدراسة القرآن وغيره، ويدرسهم الفرنسي حتى يجدوا عمل. إلى جانب الصناعة، المشروعات الصناعية، إحنا كمؤسسة شاركنا في 5 مجالات كلها أعتقد ذات أهمية. يعني مجال الاتصالات، في اتصالات اليمن، في اتصالات سوريا، في سوريا، في اتصالات السودان، في مجال المستشفيات وشركات الأدوية كلها مهمة. طيب وسؤال الأخت عن أنه هل رأيك العولمة ستزيد البطالة مثلا؟ والله للأسف إحنا معرضين لهجمة العولمة، وإحنا قد نكون مجتمعات غير مجهزة تماما لمجابهة العولمة، نتيجة أن المجتمع الصناعي الأوروبي وصل لدرجة عالية من التقنية ومن الكفاءة في العمل. المفروض نعلم شبابنا ونعلم مجتمعنا على الالتزام أكثر، والصحيان بدري والالتزام بمواعيد العمل، وكلها قيم لابد أن نغرسها في الشباب، والإعلام عليه دور كبير أيضا في هذا المجال. طيب نأخذ الآن مداخلة من الأخ فيصل الزامل المدير التنفيذي في البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الكويت. هلو. يا هلا. هلا مساء الخير أخ فيصل. مساك الله بالخير. الله يحفظك. أهلا أستاذ فيصل. تعرف ضيفنا أكيد. نعم. وهو يعرفك، وأنت يعني مدير تنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية عن الكويت، فنحب أن نسمع ما لديك. طبعا بداية مثل ما ذكر مع الوزير، احنا سعداء بهذه المناسبة، والحقيقة مسيرة التنمية مسيرة كبيرة، والكويت كانت من أوائل من افتتح هذه المسيرة. نعم. الغريب اللي كنت أسمعه اليومين أنه في بدايات في عام 70 كانت التنمية في البنك الدولي ومؤسسات كانت لا تعتبر التعليم ولا العلاج من مهام التنمية، فقط الطرق والسدود ومشاريع البنية التحتية.
هذا الأمر تطور، مفاهيم التنمية أصبحت تشمل التعليم تشمل العلاج. تطور آخر الآن بدينا نشوفه وهو تحويل هذه المشاريع لأن تكون مشاريع يعني تستقطب اهتمام القطاع الخاص. أنا أعتقد أفضل ما تحقق مسيرة التنمية أنها تشرك المال الخاص في الهم التنموي. خلنا أعطي مثال، في الكويت اتجهت الحكومة إلى دعم المدارس الخاصة ب30% تقريبا من تكاليفها. هذا الكلام توقف لأن هذا القطاع وقف على رجله وأصبح يستقطب حوالي 40% من إجمالي الطلبة في التعليم العام في الكويت. في المملكة العربية السعودية نفس الشيء بالنسبة للعلاج، أيضا دخلوا في فترة الدولة دعمت المستشفيات الخاصة حتى وقفت على رجلها. حتى في الدول الفقيرة هناك بنوك الفقراء، هناك سعي لإشراك. عفوا أخ فيصل، بنوك الفقراء قلت؟ إيه، في بنك اسمه جراهام بنك. هذه فكرة بدأها شخص اسمه جراهام ثم تحولت الآن إلى إمبراطورية كبيرة، ولكنها تستهدف الصغار الأفراد أو المداخيل المحدودة. بعبارة أخرى يعني عدم ترك الفرد في الدولة متكئ ومعتمد باستمرار على عطاء الدولة هو هذا الآن التوجه الجديد، بما يخلي التنمية حقيقة مثل المثل الصيني، علمني أن أصطاد ولا تطعمني. يصلح هذا الكلام في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، ويصلح على بناء القوة التنافسية. دول مثل سنغافورة ما في موارد طبيعية، ومع ذلك احنا نعرف ان دخل سنغافورة يفوق دخل اندونيسيا اللي هي 200 مليون نسمة. العالم العربي لديه الإسلامي 40% من المواد الخام في العالم، لديه 65% من موارد الطاقة من نفط وغاز في العالم، ومع ذلك دخل 85% من الدول الإسلامية أقل من 2000 دولار في العام. من بين 1000 شركة هي الأعلى في العالم، فقط 6 من العالم الإسلامي. الموارد عندنا، الأموال عندنا، لكن إحنا الأقل. السبب بلا شك أن مفاهيم التنموية هي مفاهيم الاتكاء على الدولة. أنا أتصور إذا نجحت يعني مثل ما صار نقلة في مفهوم التنمية بحيث دخل التعليم، أنا أعتقد النقلة الثانية هي إشراك القطاع الخاص، ومن هنا يأتي وجود ضيفك وضيف الكويت الدكتور علي سليمان ومؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من هذا الباب لإشراك القطاع الخاص في الهم التنموي وعدم ترك هذا شأن حكومي بحت. أستاذ فيصل، خليني أسألك يعني بصفتك المدير التنفيذي في البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الكويت، مركزك أنت أو مكتب مكاتبكم في الكويت ولا هناك؟ لا، إحنا مقر أوكي. البنك في جدة. في جدة، بس أنت كعن الكويت مالكم في جدة؟ لا، في جدة. في جدة. إيه نعم. عبر وزارة المالية. صحيح صحيح صحيح. نشكرك. إحنا شاكرين جدا على هالمداخلة. يا أهلا وسهلا، وأسأل الله يوفقكم إن شاء الله. دكتور، كنا يعني نتكلم من يعني من شوية عن الدينار الإسلامي، وهل يعني هل ترى في الأفق هناك يعني نعرف أن دول مجلس التعاون الخليجي لها النية وفي هناك كلام بتوحيد العملة، هل ترى يعني في المستقبل المنظور أن هناك ستكون عملة عربية موحدة، عملة إسلامية موحدة ربما؟ والله طبعا نتمنى أن يكون هناك هذا الاتجاه. طبعا العالم دلوقتي بيتجه إلى الاتحاد، يعني في أوروبا كان في 14-15 عملة، دلوقتي أصبحت اليورو. يورو قريبا يمكن ينضم إليهم الاسترليني. فأصبحت عدد العملات القوية في العالم معدودة، يعني الدولار، الين، الاسترليني إلى آخره. طبعا في بالنسبة لدول الخليج ساعتها أولا اقتراب المستوى الاقتصادي في هذه الدول، ثانيا أن معظم هذه الدول مرتبطة بشكل أو بآخر بالدولار الأمريكي أو بسلة عملات تحافظ على قيمة العملة، فالترجمة من عملة إلى أخرى سهلة، وبالتالي توحيدها يكون سهل. نتمنى أن